الإسلام والحياة كل يوم جمعة على الساعة 3 مساء على الحياة فم. الإسلام والحياة. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من إليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت له يدي، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إلهي تبسط خيرك وإنعامك بالليل والنهار، ونسيء في حضرة قدسك في الليل وتتوب علينا بالنهار. إلهي ما هذا العز الذي تعزنا به رغم نحن بعدنا عنك، وقد ضعنا الطريق المستقيم عنك. إلهنا ما هذا الكرم الذي لازلت تكرمنا به، فما أكرمك من كريم، وما أرحمك من رحيم، وما أعزك من عزيز. إلهي نسألك لطفك ورحمتك، ونسألك عفوك وغفرانك، فنحن عبادك البسطاء الضعفاء الفقراء إليك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى من أرض القيروان، أرض أبي زمعة وعقبة والإمام سحنون، تزف منورة بنور الله إلى المدينة المنورة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. السادة المستمعين الذين يستمعون إلى إذاعة الحياة أفام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم، في بيوتكم، في أعمالكم، في سياراتكم، في كل مكان، في هذه اللحظة وفي هذا اليوم، يوم عيد الأمة المسلمة، يوم الجمعة، فيه النور والخير والبركة. أتمنى من الله وأرجو منه أن يعم علينا بالخير والبركة، على بيوتنا وعلى أزواجنا وعلى زوجاتنا وعلى آبائنا وعلى أمهاتنا وعلى بناتنا وعلى أبنائنا وعلى كل عزيز علينا، وأن يجمع شملنا في ساعة خير وبركة، لا ضالين ولا فاتنين ولا مفتونين. اعلموا أثابكم الله يوخياني لتسمعوا فينا أن هذه الدنيا فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا باقي إلا وجهه، كلها فانية وستفنى. فسعدك يا فاعل الخير، ويسعدك اللي تعمل في الخير، ويسعد اللي يتكلم في الكلمة الطيبة، ويسعد اللي يعاون في خيانه، ويسعد اللي يمسح دمعة على أميم تبيه، ويبر في والديه، ويعاون في ولديته وفي جيرانه. لك الحمد يا ربي، احمد ربي اللي قاعد تعمل في الخير، انتي اللي تسمع فينا وأختي اللي تسمع فينا، واللي قاعد ضايع عن طريق ربي بينه وبين مولاه، يقول يا ربي في ظلمة الليل، يقوم في الليل ويدعي يا ربي ارحمني، يا ربي استرني، يا ربي افتحها في وجهي، بحول الله ربي ما يخليهاش بيك، وان شاء الله ربي نجينا ونجيكم، ونتقابلوا مع بعضنا الكل مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. حصة جديدة من برنامج الإسلام والحياة كل يوم جمعة من الساعة 3 إلى الساعة 5 عبر موجات إذاعة حياة فام. كل مرة نختار موضوع، نستدعو ضيوف أجلاء، ناس يشهد لهم بالثقة وبالكرامة وبالأخلاق العالية وبالعلم وبالمعرفة، وناس معناها اجتهدت طيلة أعمارها باش تنال هذه العلم لتبثه في معناها في كل وقت وحين للناس اللي تحب تسمع كلام ربي وتسمع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خلينا نرحب بضيوف الكرام، وقبل ذلك خلينا نقول على موضوع الحصة. موضوع الحصة هو حفظ النفس من المهلكات التي تهلكك في الدنيا والآخرة، وكم نحن محتاجون باش نحفظ أنفسنا. فمظاهرات غريبة ومظاهر غريبة وظواهر غريبة الآن قاعدة تشع في مجتمعنا، وللأسف القيروان تحتل فيها المرتبة الأولى، وهذا اللي يوجعنا ويوجع قلوبنا، كما ظاهرة الانتحار، قتل النفسي، كما ظاهرة الهجرة. شنو اللي يخلي خيانا من شبابنا، من أبانا، من خياتنا، من سام الصغيرات يركبوا قارب الموت ويمشيوا؟ شنو اللي يخلي إنسان يمشي يعمل حبل ويقتل روحه لقدر الله؟ شنو الحاجة اللي خليته؟ شنو اليأس اللي جاه في قلبه؟ علاش ما غزرش الرحمة ربي الواسعة؟ علاش في اللحظة هذيك ما غزرش الرحمة ربي التي وسعت كل شيء؟ نسأل الله
أن يجمعنا في 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 ساعة خير وأن يدلنا للخير. أسمعوا الحصة دي باش تسمعوا فيها برشا معلومات باهية. وعلى ذمتكم أرقام تليفونات الإذاعة، اللي عنده مداخلة، اللي عنده ما يتكلم، اللي عنده سؤال يتفضل، مرحبا بي عبر موجات إذاعة الحياة أفهمت. وإن شاء الله أخونا أيمن يعطي الله يعطينا الرقم إن شاء الله نقوله للسادة المستمعين باش الناس تتفاعل معنا. وعلى ذمتكم هو برنامج ديني واقعي اجتماعي، يعني نمشي به إلى كل الزوايا هذا المجتمع. وهذه دور الأئمة ودور الخطباء ودور الناس اللي تتكلم باسم الدين وتتكلم باسم الله وباسم رسول الله وبكذا، لازم تكون مسيرة للمجتمع ولقاعد يصير. رحب بضيوف الكرام. على اليمين متاعي الشيخ الجليل الفاضل شيخ القرآن الكريم شيخ محمد التركي إمام جامع سيدي خليفة بالقيروان وكذلك إمام خطيب. سيدي محمد السلام عليكم، نورتنا. شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بكافة مستمعين ومستمعات الحياة أف أم. مرحبا بك، نورتنا. شكرا، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة سي عبد الرحمن، بارك الله فيك. عايشك سيدي محمد وإن شاء الله ربي يوفقك. ما زالت الإملاءات موجودة في الجامع؟ إن شاء الله ما زالت الإملاءات إثر صلاة الصبح، إثر صلاة الفجر في سورة التوبة، وقبل العشاء عنا إملاء قرآنية في سورة ياسين إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله والحمد لله، اللي ما زلت مسجدنا فيها القرآن وما زلت إملاءات إن شاء الله. من هذا المنبر إن شاء الله يكون الحضور أكثر، ونخلينا نبلغ معناها مسجد بن خليفة هذا في وسط البلاد، ماذا بينا الحضور يكون مكثف وأكثر. الصبح معناها وقت إيش التبليغ؟ آخر صلاة الصبح، في صلاة الصبح نصلي الخمسة غير درجة مع توا عن الإملاء في سورة التوبة. الإملاء في سورة التوبة بعد صلاة الصبح. آخر صلاة الصبح ما شاء الله. رجال ونساء ولا كنا رجال؟ رجال ونساء موجودين ما شاء الله. موجود في سورة التوبة عنصر النسائي، عنصر النسائي موجود. وقبل صلاة العشاء في سورة ياسين. قبل صلاة العشاء. قبل صلاة العشاء. الناس اللي ما تعرفش مسجد سيدي خليفة، المسجد وين رمبو سبحان الله، الدور وين المطاعم هذيك من غير إشهار، فهمتني؟ نزيدوا نقدموا ميساج مقر الاتحاد، الاتحاد بجنب الاتحاد. ان شاء الله ربي يوفقك يا شيخ محمد، وان شاء الله ربي يبقيك بخير وصحه وعافيه. القران مهم جدا في هذه البلاد، وشبابنا ووليداتنا اللي حفظوا القران ويتربوا على القران بحوله ناجحين ان شاء الله ربي يهدينا ويصلح حالنا. كذلك رحب بالشيخ الاستاذ والشيخ لطفي الفارسي، نورتنا شيخ لطفي، مرحبا بك. السلام عليكم سي عبد الرحمن. سلام، مرحبا بك. مشكور على الاستضافة، ونحييك ونحيي مستمعي الإذاعة إذاعة حياة اف ام. نعم، ومن خلالهم الأخوة التقنيين والمنشطين والعاملين في هذه الإذاعة جنود الخفاء. نعم، وإن شاء الله في الحصة هذه يعني تتحقق الاستفادة والإفادة كذلك. بارك الله فيك، ونحب نشكر كل القائمين على هذه الإذاعة، دكتور محمد ليوان، سعد مجيد فرحات. نحب نشكر أخواتي اللي حاضرين معايا اليوم، خويا أيمن، خويا سيف الدين أبو العراس، كل العاملين في إذاعة حياة فام، وكل العاملين في المجال الإعلامي الشباب، ربي يوفقهم إن شاء الله وربي يبارك لكم. خليني أذكر بالرقم، رقم الهاتف بتاعنا 70 035 120، 70 035 120. ونحبوا نسمع مداخلات بعض الخيان على الظاهرة هذه اللي قاعد تفشي في المجتمع، ورانا مش نتكلموا من منظور ديني، يعني منظور ديني واقعي، لأنه هات أي مشكلة أو ظاهرة نجم ناخذوها من كل الأماكن، معناها من كل وجهات النظر. فما المنظور الاجتماعي، فما المنظور القانوني، فما المنظور العرف والمتعارف عليه، وكذلك فما المنظور الديني، وهي حصتنا، حصة الإسلام والحياة. خلينا ننطلقوا معاك شيخ لطفي حول هذه الظاهرة، ظاهرة الناس ترمي في رواحها في المهالك، يهلك نفسه، ما يحطش على النفس متاعه، يحطم في النفس متاعه، يدمر في النفس متاعه، يعني وكأنه عدو أصبح لنفسه. يعني ما يكفيش أنه فما ناس أعداء في بعضها، الإنسان أصبح عدو نفسه، يعني نفسه اللي بين جنبي عدو، الجسد متاعه عدو، النفس متاعه عدو، روحه عدو، يعني ولا يحب يتخلص منها. كل ما تصير له مشكلة يبدأ أو تو نعمل في روحي سبة، أو تو نقتل روحي، أو تو نعمل روحي، أو تو نهج، أو كلمة هذيك الكل، يعني هيك. هذا مخالف لما قاله المولى عز وجل، اللي من نرميوش رواحنا في المهلكات وفي الهلاك، ونحافظوا على أنفسنا، ولهذا الجسد وهاتي الروح وهاتي النفس راهي أمانة أعطاهانا المولى عز وجل وباش نرجعوها له. فيا خسارة من ضيع هذه الأمانة وضيع جسد متاعه وضيع النفس متاعه وضيع الروح متاعه. ونرجو من الله الرحمة للناس اللي غلطت في حق أنفسها، وذيك أمر بين يدي الله، ما ندخلوش فيه وما نمشيوش في طريق هذاك. ما هي هذه المهلكات؟ ما هو حكمها في الشريعة؟ ك
كيف ننجو منها؟ هذه الأسئلة كل إن شاء الله باش نجيبوا عليها مع فضيلتي الشيخ محمد التركي والشيخ لطفي الفارسي، وعندكم كذلك شيخ محمد، نتكلموا بعد على القراءات وقراءة القرآن، ونبدأ كل أسبوع إن شاء الله ناخذ شوية تصحيح آيات قرآنية فاتحة باش الناس اللي تسمع في القرآن وتقرأ القرآن تقرأ القرآن بالصواب، ما تقرأش القرآن وهي معناها غلطة في قراءتها، هكا ولا يا شيخ محمد؟ بارك الله فيك وربي ينفع بيك، وهذا معناها من هذا البرنامج القيم معناها بادرة طيبة لتصحيح تلاوة القرآن، وخاصة وخاصة سورة الفاتحة. نعم، وهي فرض الصلاة. نعم، وكذلك نرجع لك شيخ محمد، خلينا نمشي مع نرجع مع شيخ لطفي المهلكات، تفضل شيخ لطفي. بارك الله فيك. الحمد لله العزيز الغفار، رغب عباده الأبرار في الأعمال الصالحة والأذكار. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله، حذر من الوقوع في الجرائم والكبائر كجريمة الانتحار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المختار، وجه أمته لألا تقع في الأضرار. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. خويا عبد الرحمن، ربي سبحانه كرم الإنسان، كرمه قبل المجيء إلى الأرض، وكرمه عند الولادة، وكرمه بعد أن اشتد عوده واستوى. نعم، كيفاش كرم ربي سبحانه؟ يعني لابد نذكر هذه النعمة قبل ما نحكي على الانتحار، نذكر هذه النعمة الجليلة أنه ربي سبحانه كرم ابن آدم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم الكل، الكافر والمسلم والصغير والكبير والنساء والرجال كل والشباب، كل ربي كرمهم سبحانه. أول ما كرم ربي ابن آدم أنه أسجد له الملائكة. نعم، وهذا يعني سجود، سجود تكريم. قال ربي سبحانه في محكم تنزيله: وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا. فهذا تكريم الإنسان وقت يقرأ القرآن، يجب يستشعر عظمة هذه التكريم. يعني أيها الإنسان اللي أنت مش تخمم أنك مش تقدم على معصية كالانتحار، خمم أنه ربي سبحانه كرمك وأسجد لك الملائكة، اي تكريم هذا؟ طيب نحن في يعني في حياتنا اليوميه لو كان واحد يستدعيه مسؤول معين ولا مدير ولا يكرمه قدام زملائه ولا قدام الناس وتصاور وكذا، يبدا فرح، يقول كذاك اللي كرموه فلان اللي اعطاه الشهاده، يبدا فرح. فما بالك هذا المولى سبحانه اللي كرمنا واسجد لنا ملائكته، هذا تكريم. مع الانسان لازم يستشعره كلما يعني ضاقت به الارض، وكلما يعني وسوس له الشيطان باش يتحدث نفسه باش ينتحر او يرتكب معصية، يستشعر هذا التعظيم في التكريم. ثم ربي سبحانه كرمنا يعني في الخلق، يعني ما خلقناش حاجة جماد، ما خلقناش حيوان. ربي سبحانه يقول: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. نعم، شوف معناتها الصفة، صفة الكرم، تكرم عليك بالخلق الذي خلقك، اوجدك يعني من عدم فسويك، الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله الله، يعني أنت الجسد ذاك اللي مش تمشي تهلك وانت بالمهلكات وبالمخدرات وبالخمر والوشام وتوشم وما نعرفش دا شنو، تحط حاجات تتغير بها الخلق، ربي كرمه. أحسن خلق هو خلق الإنسان. نعم، ما تشوهوش بحتى شيء. ثم ربي سبحانه بعد ما خلق كرم الإنسان وأسجد له الملائكة ويعني خلقه فأحسن خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقت اشتد عوده ذلك الإنسان واستوى وبلغ أشده، ربي سبحانه كرمه وهيأ له أسباب الرزق في الأرض. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي الآية الأخرى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. مش معنى استعمركم فيها؟ يعني جعلكم تعمرون الأرض، مش استعمركم معناتها يعني احتلكم باللغة تاع السياسة، لا، استعمركم في الأرض أي جعلكم تعمرونها. باش نعمروا نحن الأرض؟ بالزراعة، بالبناء، بإحداث المشاريع، بالتنمية، هذا اش معناه واستعمركم فيها؟ نعم، فربي سبحانه هذا تكريم وهذه أمانة باش تحقق في الإنسان شنية الخلافة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كيفاش خليفة في الأرض؟ إنك تعمر الأرض، مش يعني تهجرها الأرض هذه وتدمرها
وتخليها معناتها محروقة وتلوثها. لا، ربي سبحانه قال لك عمرها باش بالزرع وبالبناء وبكل شيء. فنسأل الله أن يجعلنا من عمار الأرض. أمين يا وأن رب. يجعلنا خلفاء في الأرض. نعم. يعني ربي سبحانه هذه ابتلاء، هذه الدار هو الذي جعل لكم جعل لكم الأرض. الويش خلفاء في الأرض، هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض لينظر كيف تعملون. فربي سبحانه مكننا في الأرض باش يشوفنا شنو نعمل. يعني الأرض. يعني المولى أعطانا أمانة. نعم، هذه الأمانة. أمانة. ولكن الإنسان خان هذه الأمانة. إيش يقول ربي سبحانه؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا. أي جاهل وظالم بهذه الأمانة. من ذلك إنه معناتها يلتجأ إلى الانتحار أو يلتجأ مش يحرق ويهز معناتها أسرته معاه وممكن طفل صغير ويضيع في البحر ويهلك يلقي بنفسه إلى التهلكة. نعم. ويركب معناتها في زورق الموت من غير أدنى يعني شروط الحماية اللي موجودة في الزوارق اللي نعرفها. يعني الإنسان كي يركب في الزورق فما شروط حماية؟ لا، هذه الإنسان هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. فنسأل الله أن يهدي معناتها جميع من تخول له نفسه أن ينتحر أو أن يهاجر، يعني في شروط في ظروف غير ملائمة. ربي سبحانه يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن شيخ لطفي، الله كرم الإنسان، أعطاه قيمة، أعطاه العقل، أعطاه تعمير الكون، حمله الأمانة، ولكن هذا الإنسان إلا ما رحمه ربي. حتى لا نعمم، فما من عمر، فما من قام بالواجب هذا وعبادة ربي وقام بالواجب في حياة الدنيا، وهنالك من خان. يعني هنا خيانة الأمانة، خيانة هذا التكريم المولى من المولى عز وجل، يعني بالإلقاء نفسك في المهالك. يعني هذيك الخيانة تعتبر خيانة عظمى. هذه بالطبيعة لأنه النفس هذيك التي بين جنبيك أنت تملكها ليست ملكا لنا. نعم. رب سبحانه يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله الله، ما أنت ما لا تملك نفسك. نعم. الإنسان هو يعني وديعة في الأرض، هي وديعة الله. كيفاش معناتها كي نعملوا مثال، نعطيك حاجه نقول لك خليها عندك الامانه هذه، خبيها عندك خويا عبد الرحمن، كي نرجع من السفر رجع حالي. نعم. نجم تتصرف فيها انت الامانه هذيك، يعني تخبى هذيك مش نتاعك. مسش. كذلك النفس التي بين جنبيك، حك راسك تو نعمل سبه في روح، حك راسك تو نمشي نقتل روح، تو نمشي نشنق روح. فانت ما تتكلمش على حاجه ما تملكهاش، هذيك وديعه ربي سبحانه اودعها للانسان. ويتسأل الإنسان معتها المستمعين خاصة يقولوا شو حكم الانتحار هذي؟ نعم، شرع. يعني ما هو حكمه؟ عرفوه الشرع تكلم على إيش معناها الانتحار؟ الانتحار هو إن إنسان ينهي حياته بأي شكل من الأشكال. نعم. يعني بالشنق، بأنه يرمي نفسه من عمارة أو يرمي نفسه قدام سيارة، يشرب أو يحتسي مثلاً. سم. أو طريقة أخرى اللي هي معناتها ما يحميش نفسه، يعني يركب معناتها في سيارة ولا يخدم في مكان فيه مرمى ولا حاجة وما يحميش نفسه، ما يخذش الشروط، يعني شروط الحماية. نعم. يعني هكيك يخدم مسيب هكيك، هذيك تسمى انتحار زاد. وقت ربي سبحانه قال وخذوا حذركم، مش واحد يخدم في التروازيم ايتاج مو صنع هو المعلم هما وعرفوا هما التروازيم ايتاج يخدم التروازيم ايتاج ما ثماش يعني وسائل حماية. ايش يعني؟ يعني طريقه من طرق الانتحار الناس وماتوا ولا يعني الاهمال، يعني حتى الاهمال يسمى طريقه من طرق الانتحار. الاهمال لما الانسان معناتها لا ياخذ بشروط الحفظ والعنايه والحمايه. نعم. يخدم هكاك في الهم، هذه تسمى طريق من طرق الانتحار. نعم. هذا هو الانتحار، وهو كبيره كبيرة من الكبائر. يقول رب سبحانه كبيرة من الكبائر. نعم، هي كبيرة من الكبائر. مش الناس تسمع فينا الكبيرة هي اللي فيها معناتها لازم فيها التوبة، الإنسان يتوب منه كما شرب الخمر والسرقة وترك الصلاة، هي كبيرة من الكبائر. ولا تخرج من الملة، يعني المنتحر مش كافر، يعني هو إنسان مسلم، هو مسلم. وسي عبد الرحمن يغسل ويدفن ويصلى عليه لأنه قام بكبيرة من الكبائر. واضح. وهو من أهل القبلة. نعم. فهمني، هو كبير. ربي سبحانه نهانا عن ذلك، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والانتحار يعني هي مش حاجة إقليمية أو هي جهوية أي وطن أو وطنية. سي عبد الرحمن
هي راهي ظاهرة عالمية للأسف. هي عالمية في الدول، في الدول المتقدمة والدول العالم الثالث، والإحصائيات اللي تعطيها يعني منظمة العالمية للصحة ديما تقول إنه آخر إحصائية في ديسمبر 2022 إنه في كل 44 ثانية هناك عملية انتحار. يا لطيف. هذه العملية قد تنجح أو قد تفشل، يعني ينقذوهم ولاه أو هو يموت. 40 ثانية في كل 40 ثانية فما عملية انتحار والعياذ بالله. نعم. شو هذا يعني رقم مفزع، يعني في كل دقيقة تقريبا فما عملية انتحار، والأعداد تكشف ذلك. يعني في كل عام يموتوا 800,000 منتحر، عدد مهول. يعني هذه الظاهرة علاش تفاقمت؟ لأنه نشوفوا بعض الأسباب، بعد نشوفوا الأسباب علاش تفاقمت. نعم. لأنه تخلي تلوية كيكة لوية واللي يبدأ يبرر تبقى عنده ظروفه وعنده علاش، ذلك شيء يخلي الانتحار يتفاقم، لأنه فما ناس تبرر. وإحنا قلنا هي كبيرة من الكبائر من خلال القرآن، رب يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. لا نفي، يعني في المطلق مش مستحب، ماذا بيك ما تقتلش نفسك، لا ما يزمكش تقتل نفسك، فهو نهي تحريم لهنا. يعني هي كبيرة من الكبائر، بد الإنسان معناته يحط في باله أن راي الكبير يعني إذا اجتمعت على صاحبها فهي تقتل. وفي الحديث الآخر يعني إياكم والموبقات السبعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. ذكر منها قتل النفس. وقالوا علاش اسمها موبقات؟ موبقن هي لأن اسم فاعل، توبقوا تقوم بالفعل، توبقوا أي تغمسوا، توبقوا صاحبها في النار. يا لطيف يا ربي. حتى ولو كان من أهل التوحيد، حتى ولو كان من أهل لا إله إلا الله، هو داخل في مشيئة ربي سبحانه. هذا يعني الدليل من القرآن وأن هي كبيرة من الكبائر، والدليل من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذرنا من ذلك. وقد انتحر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أثنى عليه أصحابه. نعم. في غزوة من الغزوات، يعني يصول ويجول في الغزوات، كما يقولوا نحن الكفار تكي فيهم على بعضهم. يعني هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وشجاع وقوي وجريء، وكان يعني في الحرب على بعضهم الكل. يعني الصحابة أثنوا عليه، عجبهم كيفاش هو قاعد معناته في المعركة يبلي البلاء الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم وقت أخبروه بذلك أش قال لهم؟ هو في النار، لأنه ربي كشفه فك اللحظة هذيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه أعطاه مؤشرات للغيب. نعم. يعني مش الغيب الكل، ما فهم حاجات أطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. واحد منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحابه هو زاد الشخص هذا اللي هو يقاتل وقد أبلى البلاء الحسن، قال لازمني نتبع هذا، شوف علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، ده هو يحارب معانا، هو كيفاش مش يدخل للنار؟ قال واحد من أصحابه بدا يتبع فيه، وين يهبط هبطة يهبط معاه، وين يطلع طلعة يطلع معاه، وين يجري يسرع كرر يخلط وراه، وين يبطأ ينقص، حتى لين تجرح الرجل هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، فجرح جرحا شديدا، كما قلوا نحن جرح يعني ترتب عليه نزيف قوي ياسر. نعم. فجرح جرحا شديد، يعني حس بوجاعة كبيرة، اش عمل؟ استعجل، يعني جاته الفكرة والخطرة متاع الانتحار، فاستعجل الموت. اش عمل؟ حط السيف متاعه وغرسه في الارض وطلع فوق، فوق الذبابة متاع السيف، فاك السيف هذيك تخلي صدره، يعني انتحر، قتل روح مات، فقتل نفسه. وقت اللي راه صاحبه ذا اللي تبع فيه مشى يجري للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قالوا النبي إيش بيك وما ذيك يا ودي إيش بيك؟ قالوا الرجل اللي قلت لنا عليه تو، قال الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، يعني اللي يقتل نفسه يقوله هو من أهل النار، يعني ربي سبحانه مش يعذب. وكل خطايا خطيئة الكبيرة ذيك، لأنه مات على كبيرة، وفي الحديث من مات على شيء بعث عليه. يا لطيف. مات ساجد يتبعث ساجد، مات يصلي يتبعث يصلي،
مات يحج لبيك اللهم لبيك. وفي الحديث الرجل ذاك اللي طاح بالدابة متاعه سي عبد الرحمن نعم. في الحج نعم. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه يبعث يوم القيامة وهو ملبيا، لانه الحديث صريح يبعث المرء على ما مات عليه. مات منتحر يعني يتبعث منتحر، مات سكران يتبعث سكران، مات يعني سب في الجلال يتبعث، وهكذا مصداقا للحديث يبعث المرء على ما مات عليه. شيخ لطفي يعطيك الصحة على هذه المداخلة الأولى على هذا الموضوع، كيف نحفظ أنفسنا من هذه المهلكات. خلينا نأخذ بالهاتف الشيخ بلال بن المبروك بن محمود، إمام خمس بجامع أنس بن ابن مالك سكرة، وإمام جمعة بجامع عمر بن الخطاب لعوينة تونس، وهو محافظ القرآن الكريم ومتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في حفظ القرآن الكريم كاملا، وعلى جائزة رئاسة الجمهورية في سنة 2009، والمرتبة الخامسة في دبي على مستوى العالم، والمرتبة الثالثة بماليزيا وغيرها من الدول، وهو عضو لجنة التحكيم برابط الوطني للقرآن الكريم. شيخ بلال نورتنا، السلام عليكم عبر موجات إذاعة الحياة فام. اهلا وسهلا ومرحبا، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساء الانوار والبركات سيدي عبد الرحمن، مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، ومرحبا بالاخوه اللي حاضرين معكم في الاذاعه. ربي يبارك لك شيخ بلال، وعدت معنا خاطر الاسبوع الفارت كان عندك ما تقضي، ولكن ديما ماذا بينا نسمع هذا الصوت الجليل. وخلينا نسالك من الاول ساعه، كيف كانت خطبه الجمعه؟ شنو موضوعها اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين، اليوم الجمعه بجامع عمر الخطاب العوينة، كانت الخطبة يعني موضوعها أنه الأمانة اللي هو إهدار المال العام، كنا مسؤولين عليه قدام ربي سبحانه وتعالى. نعم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا إن شاء الله. ربي يجازيك كل خير، ومهم جدا هذا الكلام وهذه الخطبة، والأئمة دعوة الأئمة انطلقوا من الواقع. ويعطيك الصحة شيخ بلال، لأنه فما بعض الأئمة قاعدين يتكلموا في مواضيع بعيدة كل البعد عن الواقع. الإمام راه مطالب كي يقف على منبر رسول الله أمانة، يعني ما ماهوش قاعد غادي باش تجي تعدي معناها حصتك وتمشي، لا امانه، ويزمك تبلغ ولازم توصل صوتك ولازم تحكي على الواقع. فجزاكم الله عنا كل خير، ونحن سعداء اللي نسمعوك عبر اذاعه الحياه فام. شيخ بلال نواصلوا اللي بديناه مع في الحصه السابقه، على نتكلموا على الرجال الطيب معناها من الصحابة ومن التابعين ومن الأجلاء ومن الحافظ القرآن الكريم وإلى العلماء في هذه البلاد العزيزة والغالية الجمهورية التونسية، في ربوعها من شمالها إلى جنوبها إلى الوسط إلى الغرب إلى الشرق. يعني نواصل، تكلمنا المرة الحصة الفارطة على سيدي بولبابة كما نقوله، أبا أيوب الأنصاري رضوان الله عليه. اليوم على من سنتكلم؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي يا رب على البشير النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كبيرا. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله. اليوم بإذن الله نواصل حديثنا حول طبقات القراء والمقرئين بتونس، واليوم إن شاء الله باش نحكيه على الحارث ابن أسد القفصي. هذا من العلماء الأجلاء، علماء بلادنا، يزمنا نعطوه ضغطة للسادة المستمعين والمستمعات باش يعرفوا تاريخ رجالنا وتاريخ رجال بلادنا، خاصة اللي خدموا كلام ربي سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحارث ابن أسد القفصي هو من أهل قفصة اللي نعرفوها في الجنوب التونسي، وقال لنا الإمام القاضي بن عياض قيل إنه من أهل نفطة، لكن ما يبعدوش على بعضهم، عرفت نفطة يعني الكوفة الصغرى بمدينة توجر، ومن أيضا المشهور أنه من قفصة. المهم هو ولد بلادنا تونس. هذا الإمام العظيم يتكلم مع صديقه محمد بن تميم العنبري، أيضا حتى هو قفصي هذا زميله، ويقول له حكاية مهمة برشا الحقيقة نتحقوها نحن الآن، وكل واحد يستمعني الآن يستحق الكلام هذايا، لأنه ثمة علماء يرون بنور الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون سيدي الكريم أنه في كثير من الأحوال الإشارة تغني عن العبارة والتلميح يغني عن التصريح. فيقول يحكي لزميله، يقول دخلت على ملك بن أنس، يعني هو مشى من قفصة مشى إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذ العلم من يدي مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال دخلت على إمام مالك، هو وابن القاسم وابن وهب، معروفين هذوما يعني من الطلبة الأجلاء للإمام مالك. فيقول ابن وهب تلفتنا للإمام مالك وقلنا له يا أبا عبد الله أوصنا، وهذا من باب الأدب من باب العلم، أنه لما نمشي لمشايخنا نقعد بحذاهم، ولا مش نزور شكون من الصالحين مش نسألوها على شنو أحوالك وكذا، هذاك لازم، لكن قبل ما نفارق المجلس هذاك لابد أنه نأخذ منهم التوصية
نقول له سيدي وصينا شنو توصينا شنو كذا، وهذا مما دأب عليه علماؤنا. عاد سيدي الباهي ابن وهب كما قلت دخل هو ابن القاسم وكذلك معهم الحارث بن أسد القفصي، دخلوا على الإمام مالك وقالوا له ابن وهب، قال له يا أبا عبد الله أوصنا. فتلفت لهم الإمام مالك وقال له يا ابن وهب اتق الله وانظر عمن تنقل، وهذا مهم برشا. نعم. اتق الله وانظر عمن تنقل. وتلفت لابن القاسم قال له اتق الله وانشر ما سمعت. شوف سيدي عبد الرحمن لنا هكا يعني ثلاثة طلبة قدام الإمام مالك. نزيد نعاود باش يركزوا معايا السادة المستمعين، اللي هو الأول ابن وهب، التلميذ الثاني اللي هو ابن القاسم، التلميذ الثالث هو الحارث ابن أسد القفصي. ابدا ابن وهب قال له وصيني يا أبا عبد الله، قال له اتق الله وصاها بتقوى ربي سبحانه وتعالى، قال له وانظر عمن تنقل. نعم. يعني اختار شكون تنقل منه العلم. اتلفت لابن القاسم قال له يا ابن القاسم اتق الله زاد وصاها بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقال له انشر ما سمعت يعني لا تخزن العلم. فتلفت الحارث ابن أسد يعني الملك اسكت، تلفت الحارث ابن أسد القفصي فقال له يا أبا عبد الله أوصني، قال له اتق الله وعليك بتلاوة القرآن. الله الله اتق نعم الله. كفت له نعم. الإمام مالك يعني يا ربي نور الله، قال له اتق الله وعليك بتلاوة القرآن. ايش يقول الحارث؟ يقول الإمام مالك لم يرني أهلا للعلم فأمرني بتقوى الله وتلاوة القرآن. ما شاء الله. الأدب يا سيدي. نعم. عبد الرحمن. نعم. تو نحن كيمشوا لمشايخنا ساعات نسألوهم ولا كذا، الشيخ يجاوبني في حاجة للراه أنا مش في مصلحتي، نتغشش على الشيخ ونقول لا الشيخ ما يحب ليش الخير وما نش عارف شنو، ما عمت به البلوى اليوم. لكن أغذر هو إيش قاله؟ قال اتق الله وعليك بتلاوة القرآن، لا قال له امشي قري، لا قال له انظر عمن تقرأ، ولا قال له انشر العلم، قال له اتق الله واتلو القرآن. فكان هذا الحارث بن أسد القفصي، وهذا باش نحكوا به أنفسنا، كان يختم كل ليلة من رمضان ختمة. الله الله. نعم. ويحدث عنه أقرانه ومن كان متصلا به في جلساته، يقول على الحارث بن أسد القفصي يقول كان مستجاب الدعوة. نعم. يعني الناس يتوافدون عليه ويقولون له يا حارث ادع لنا ربك. شيخ بلال لو تعاود تأكد لنا يعني سيد هذا الرجل الصالح من تونس يعني من قفصة تعلم في المدينة ثم عاد إلى قفصة. نعم هذا هو. وحفظ القرآن الكريم فنا السنوات هذه في أي سنة هذا؟ عندك هذا يتدي في الصدر الأول. نعم. يعني لا أتذكر بالضبط الـ 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 التاريخ بالضبط. نعم. لكن هو كان يعني في زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم. يعني أظن في 89 للهجرة هكذا. 89 للهجرة. نعم نعم نعم. لما رجع إلى بلده الناس يقصدونه ويرون فيه الخير ويطلبون منه الدعاء، لذلك كل من يقصده بالدعاء دعوته تستجاب، فكان مستجاب الدعوة. وكان أيضا ثقة لم يروي عنه أحد القرآن يا سيدي عبد الرحمن. أها نعم. واحد بركة روي عنه القرآن اسمه محمد بن تميم العنبري. أش يقولوا سادات العلماء على الحارث؟ يقولوا كان عالما بالقراءات وكان عالما بالقرآن وكان ثقة وكان متورعا وكان مستجابا للدعوة، لكنه طبق وصية مالك له. الله الله. لله رجال. لله رجال. اللي هو شو قاله؟ قالوا اتق الله وعليك بتلاوة القرآن، لذلك هو ترك الرواية تورعا. نعم. والأغلب سبب هذا كله بسبب وصية الإمام مالك رحمه الله تعالى له، وهذا ما أحوجنا في الحقيقة نحن إلى هذا الخلق، أنه خلق يعني كما قال الإمام النووي ينبغي للطالب أن يكون بين يدي معلمه كالميت بين يدي مغسله. نعم. مش هذا الكل عليه، هذا مبدأ الأدب. لذلك مما جاء في ما قاله ابن القاسم عن شيخه الإمام مالك، قال كان الإمام مالك يعني قصير هكا شوية وكان يعني مانحا، نقول نحن بالتونسي فدليك برشا، لكن لما ندخل جلسة العلم وكأنه على رؤوسنا الطير. الله الله. لا يعرفه ولا يعرفون هيبة للعلم. نعم. هؤلاء العلماء نستحقهم. هذا الحارث ابن أسد القفصي. عندنا واحد آخر مش نحكي عليه ونختم به الجلسة متاعنا اليوم سيدي الباهي، هو اسمه حسنون الدباغ وهو قيرواني.
معروف عند العلماء ومن يستمعنا الآن بمعروف بابن زبيبة هكذا، وهو يعني توفي تقريبا عام 183 للهجرة، وهو من علماء إفريقية، وكان من المخبتين رحمه الله تعالى، وكان من قراء القرآن، وإليه ينسب اللحن الحسنوني. لو سيدي عبد الرحمن أنتم ما شاء الله تكلمون من القيروان، أهل القيروان الذين يبحثون والذين يجيدون معرفة قراء بلادهم يعرفون هذا حسن الدباغ. ولابد أن نشير حوجة لنا هكا أن قراءة القرآن بالألحان ما يسمى بالنقمات. شيخ بلال لو تسمح القراءة هذه أقرأها لنا، خلنا نسمعها تفضل. أنا لا هذه سيدي قديمة برشا، لكن هو عنده خلونا نحن نبرة خاصة بصوته هو معروفة وقتها ما يسألش هاي فهمت، لكن تو بإذن الله نختم حصتنا حتى بصوت الفاتحة إن شاء الله. تفضل. قراءة القرآن بالألحان سيدي عبد الرحمن هي في الحقيقة ظهرت مع ظهور القرآن الكريم، يقولوا بالألحان المقصود بها المقامات الصوتية. نعم. لكن بعض العلماء كرهوها من باب سد الذرائع. علاش؟ لما لاحظوه من تعمد بعض هؤلاء المقرئين من ترك إعطاء الحروف حقها ومستحقها، يعني ثم إخلال بمخارج الحروف وصفاتها وكالغنن وتقطيع بعض المدود إلى غير ذلك. نعم. يعني بل تعمد بعض القراء أنهم يجيبوا عيوب القراءة، كما تلقاها ساعة تلقى واحد يبدأ يرقص في القراءة متاعه وإلا يرجع وإلا يطرب ولا يبدأ يقرأ بتحزين هذا ويسميه تطويعا للقرآن الكريم، بل في الحقيقة هو تطويعا للمقامات الموسيقية المتوارثة سماعا من أقدم العصور. وهذا كما قلت خلاصة ما أخذناه عن مشايخنا، يجوز أو تجوز القراءة بالألحان يعني بهك المقامات اللي نعرفوها صنع بسحر لكنها وند ولا إلى غير ذلك والسكة إلى غير ذلك من أسمائها، بشرط واحد وهو أن نقدم القواعد التجويدية على المقام، هذا يجوز لنا. أما إذا كان قدمنا المقام تولي تخضع كلمة القرآن للمقام هذا يولي محرم. نعم. لأنه فيه يعني خروج عن الكيفية الصحيحة لقراءة القرآن الكريم. وثمة قصة ذكرها بعض العلماء باش نذكرها على حسن الدباغ. أحد العلماء وتعرف سيدي الباهي لا يعرف حق الرجال إلا الرجال وكذلك نعم، أحد أقرانه أصابه وجع في رجله ليلا فطرق باب بيت حسن الدباغ في آخر الليل وطلب منه وطرق الباب، فصور واحد مجيك في الليل ماخر يطرق في الباب. نعم. فخرج له قال له شكون شكون يعني يتبصر، قال له أبو خالد، قال له ما عرفتكش شكون، قال له راني صاحبك عبد الخالق، قال فخرج مباشرة، قال عبد الخالق، قال له هكذا كلمة المشهورة لبيك لبيك يعني راني جايك نحب نخدمك يا سيدي. كما قلت قبيلة لا يعرف حق الرجال إلا الرجال، قال له عندكش يعني فتيلة كما قلنا احنا يعني فتيلة متاع ضوء كما نقولوا. نعم. فقالوا لا ما عنديش، قالوا ثم شوف شكون من الجيران سوا إذا كان هكا راني حاجتي بالأنبوبة لنا هكا، قال مشينا دبرنا أنبوبة وأوقدت الأنبوبة هذه المصباح، وقالوا هيا نمشيوا للجامع، هزوا للجامع، مشيوا وصلوا للجامع وقالوا توا تعاود يعني هكا القنديل هذاك تعاود تضوي، قال ضويته وساقوا من زاد مقلقته تعبدته صاحبه. نعم. فقالوا يا حسنون اقرأ علي، اقرأ علي، ثم طلب من صاحبه قالوا اقرأ علي انت، هذا اللي ساقه توجع فيها. نعم. فسمع يعني سمعه حسنون يقرأ، قال فالتفت اليه فوجدته يتمرغ في التراب خشية للقرآن الكريم، وبهذا نعت حسنون انه كان من المخبتين، وذكر عنده تلك الآية المشهورة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الخبر الذي ذكرته يفيد أن سحرون الدباغ هذا القيروان المشهور. نعم. كان مقرئا مشهورا بقراءته المتميزة التي تجعل سامعها يدخل في خشوع عميق، ونحن نستحق للناس كما هكا، نستحق للناس اللي لما نقرأ القرآن نولوا يعني نتمتع وندخلوا في سكر حلال. نعم. هو السكر الحلال قال له نحن نخشع مع كلام ربي سبحانه وتعالى. نعم. لذلك مما جاء في ترجمته أن سحنون هذا كان يتأثر بقراءته عباد القيروان وصلحاؤها الله حتى الله. نسبوا إليه ذلك نوع من كيفية قراءته،
كما نسمع اليوم سيدي متاعنا سيدي علي البراق. نعم. لما تحط القراءة متاعه تعرفه وتسمعه اللي هو سيدي علي البراق، وإلى بعض كما المنشاوي إلى غير ذلك. ثم وضعوا بعد ذلك لكل طلب طبقة من الطبقات الصوتية للقارئ اسما تعرفوا عليه، ولعله كان في القيروان فئة عرفت بحسن القراءة وكان فيها حسن، لكن حسن هذا أفضلهم في حسن القراءة لأنه اشتهر يعني دونهم جميعا. نعم. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بما كان عليه علماؤنا وما كان عليه صلحاؤنا، ومحلاها القرآن لما يخرج من قلبي سيدي عبد الرحمن. نعم. ربي ذلك فضل الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وبهذا أختم، وقال تلك الكلمة المشهورة التي تنسب إليه: ما كان خارجا من القلب يصل القلوب. الله الله. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا، وإن شاء الله بإذن الله ملتقانا في الأسبوع القادم سيدي، وربي يحفظكم جميعا. ربي يجازيك الخير. يحب يكلمك الشيخ لطفي. تفضل شيخ لطفي. السلام عليكم يا بلال. سيدي الغالي عليكم السلام. ذكرتني ولا ذكرني يا أخوي في المباشر هذه. أنا راني نسمع فيك وفرح، خاطر أول مرة نسمع تلميذي معناتها اللي ما قريتكش القرآن، أما أنا قريتك الترجمة بتاع القرآن في دار القرآن. أي سيدي عبد الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، فضلكم علينا كبير يا سيدي، ربي يحفظكم إن شاء الله. دار القرآن. نعم نعم، هذه يا سيدي عام 2005 تقريبا أو 2004. 2004 يا أخت قريتك. 2004 نعم. هو تغزلوا هكا الصورة نتاعو الشيخ في. تذكرته. أنت قريت في القيروان شيخ بلال. كان يلقب بالسوديسي هكا ولا؟ اي صحيح سابقا. اي كانوا طلب يعني. اسمع. اي نعم. شيخ 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 بلال معنا، شيخ محمد تركي، نحن من حفظ القران ما شاء الله، من الرجال الحافظين القران والمحافظين القران، عنده زوز املاءات في نفس اليوم بعد 6 الصبح في 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 القيروان في نفس الجامعه. سيد محمد التركي هو محاضر معنا، خلينا نسمعوك في تلاوه سوره الفاتحه، لانه اليوم نحن مش نبداو زاد في سوره في تصحيح سوره الفاتحه، خلينا نسمعوك معناها وماذا بينا الناس تسمع، خاطر الشيخ بلال ما شاء الله من حافظة القرآن ومن الناس اللي نور تونس ونور شباب تونس في خارج الوطن ونال جوائز عالمية متميزة وحتى في تونس. نعم. القيروان يعني انطلقته كانت من القيروان. أي نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى ثم نعم. لمدينة القيروان التي يعني في الحقيقة هي في بداية شبكي هي التي احتضنتني. نعم. خاصة دار القرآن، وكان فضل الله علي أني تلمست على سيدي عبد الرحمن خليف في بداية الدراسة، وسي محمد الحامدي وغيرهم من المشايخ. نعم. اللي متاعنا بتاع القيروان ديما تنورنا إن شاء الله. لضيق الوقت إن شاء الله نواصل جمعة جاية. أقرأنا سورة الفاتح، خلنا نستسمع ونحن ماذا بينا زادة هات كما كيف كنتي والشيخ محمد التركي والمشايخ طيبين الحافظين الكلام الله يقرأوا القرآن باش الناس تسمع، باش الناس تصلح الغلطة، معناها عنده أخطاء هكا في القراءة يصلحها، خاصة أنه الصلاة من صحة صحة الصلاة أن تكون الفاتحة صحيحة. تفضل شيخ بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا سيدي البيت. ما شاء الله عليك بلال، ما عادش توا السوديس، توا وليت المنشاوي. ربي يبارك لك يا شيخ بلال، ونحييوك من القيروان. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون معنا زاده عبر الهاتف، وان شاء الله نمر باش تكون معنا في الاستوديو في موضع ما. نعم. ربي يفتح عليكم جميعا ان شاء الله. شكرا، نورتنا اخ بلال هذا الشاب المتميز، وان شاء الله ربي يوفق وليداتنا وشبابنا وبناتنا الى حفظ القران الكريم. شيخ محمد، هل الشباب يحضر في الاملاءات ام انه غايب؟ والله في الحقيقة غايب سي عبد الرحمن، وهذا يؤسف له كثير من الشباب لا علاقة له بالقرآن إلا من رحم ربك. ثم البعض وكنشوفوا الحقيقة دار القرآن ونشوفوا بعض الإملاءات الراو بعض الشباب، ولكن ثم نقص كبير في القيروان في الإملاءات القرآنية وكذلك في الصلوات الخمس. الإملاءات موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة جوما. الشباب غايب والكبار. الشباب غايب، شباب ضعيف.
ما نقولوش غايب، حضور ضعيف، حضور ضعيف حتى ده القرآن يعني من جاي من إفريقيا الكل، ما فهميش أفارقة أفارقة من يعني من دول الإفريقية، نحن زادة من إفريقيا يعني، ما هما من معناها دول نيجيريا والصومال وما نعرفش، نحضا كانوا عنا يشاركوا حتى في مسابقات قرآنية، وكانوا نقابلهم ناس شباب متميز ويحفظوا القرآن في القيروان ثم يعودون لبلادهم ويحفظوا في الناس. غياب الشباب هو اللي يقلق، معناها وين الشباب؟ كنا قبل نمشي صغيرات والشباب محفظنا القرآن في الإملاءات ونثنيوا الركبة قدام الشيوخ، وين الشباب توا؟ شنو اللي يفكروا الشباب؟ هو ثم حالتين، ثم الحالة الأولى كانت الوالدين يشد صغيره ويهزه معاه إلى المسجد وإلى الإملاءات القرآنية. نعم، أنا الوالد الله يرحمه كان يشدني من يدي بعد المغرب ويهزني ويمشي معاه، وذاك منش معناها كان كالربط هذاك القرآني، كان أجيال صحيح أجيال، والإنسان مدام فك الصغر يرتبط بالقرآن ويرتبط بدور المسجد وبعلاقة المسجد وبحضور حلقة القرآن وحلقة المسجد. نعم، لكن مع الأسف قليل توا اللي معناها ترى ولي يجيب ولده ولا يجيب خاصة وليداته ولا بنته ولا واحد يعلم. قبل كان لا توا نتفكروا نحن حتى الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه، الشيخ عبد الرحمن خليفي جامع عقبة، كان يعج جامع عقبة بالشباب، كان يعج هنا توا ولا نقص، وكانت الجوامع الأخرين زاد يعني جامع عقبة معبي والجوامع الأخرين موجود، الجوامع الأخرين ما ينعم ينعم في الثمانينات معناها جوامع مهبية بالشباب، بالشباب اللي جوامع جامع عقبة والجوامع الآخرين، ولكن الآن بصراحة نقولوها نقص كبير جدا، بعد على القرآن وبعد على الإملاءات. نعم، وعلى الدروس وحضور الدروس كذلك. شيخ محمد أنت قلت الآباء، هو حتى الجد كي يهز حفاده بشي يحفظ القرآن إلا مرحمة ربي راهو من عمامش جي مرت الولد تيش هزهم للجامعة ذي بالله، كي من نهزهم اللي تفرهدوا ولا نهزهم دخلهم يلعبوا كذا، ولا هو هذا ما يمنعش هذا، يعني نعرف شكون من الأباء يحفظوا وليداته وبناته في القرآن ويقراوا ويهز فيهم يلعبوا الرياضة، ويعني الحمد لله منظمن لهم أمورهم خاطر عارف المسؤولية ذيك قدام ربي شاسله، لأنه أنت جبت وليداتك توكل وتشرب لحفظ القرآن لحد شيء. هذا اللي حبينا نحكيوا فيه، الصغيرات والشباب اليوم في فصل الصيف هنو البحر والناس تمشي من فهذه الخريف والشتاء والربيع، ماذا بين الآباء والأمهات يعودوا وليداتهم على حفظ القرآن وعلى الإملاءات وعلى الجوامع، خلي يتربيوا على الإسلام الحقيقي، خاطر بعد يدخل الإنترنت تو يدخل تو يلقى ما شاء الله عادة يلقاك الشيوخ أبو معناها شيخ معناها مضروب، نحن نقوله بصدق يعني أئمة وشيوخ هكيك معمولين، وتنظيمات إرهابية وتنظيمات داعشية، والناس تدخل وبنات وأولاد ويخطفوهم منا، معناها يبعدوهم على الحقيقة وعلى الطريق المستقيم وعلى الوسطية وعلى الاعتدال، ويولي معناها في لحظات الطفل يقول لك الوالد يقول لك ولدي ما كانش يصلي ولا يصلي ولا يدق عليا في الباب في الصباح ويعيط عليا في الزقوم صلي، وانا نعرف شكون واحد من الاباء قال لي صلى ثلاثة ايام ولا جمعه، قالوا نهار من نهارات دق عليا في الباب انا وامي راقده ودز علينا الباب قال قوموا صليوا كفار انتم، صلى اربع ايام راه باش تفهم انت هنا كان جاي متربي عند الجوامع الصحيحه والائمه الصحيحه واثنين الركبه، مش يمشي يدخل مواقع يتربى عند شيوخه معناها من وراء البحار، والله أعلم وين قاعدك الشيخ هذاك معناها قاعد في مغارة ولا قاعد الله أعلم في ألمانيا ولا وين قاعد ولا في دهليز من الدهاليز، ويخفوا في ولداتنا يبعدوا فيهم عن الاعتدال والوسطية والكلمة الطيبة، ويزوا فيهم لمآرب ومشارب أخرى التي ما أنزل الله بها من سلطان، والقاعدة تهين وتسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين. هذه إن شاء الله نتكلم فيه من بعد بحول الله مع الشيخ محمد تركي، باش نسمعوك إن شاء الله شيخ محمد في تصحيح تلاوة، ما زلت عنا ساعة كاملة، ونكمل كذلك مع الشيخ لطفي الفارسي حول موضوع الانتحار والهجرة غير شرعية وهلاك النفس، وناس ترمي في رواحها أكثر من هكا أكثر من هكا، وحاجات أخرى ما تتحكيش، وفما حكايات أخرى غريبة وعجيبة في مجتمعاتنا قاعدة تصير. إحنا نتكلم حتى لا نرفع السترة المستورين به نحن من المولى عز وجل، ولا نكشف السترة، ولكن لو ربي يكشف السترة عنا يفضحتنا ويا شؤم ليلتنا كما يقول الأخوة المصريين، ويربي يفرج علينا وعلى كروبنا ويفرج على كروبنا، لأنه مجتمعنا الآن التونسي في كل ربوعة يعيش مظاهر
غريبة وغريبة جدا، يعني فكت شبابنا وفكت النساء وفكت الرجال ودمرت العائلات ودمرت المجتمع. حذاري من أنه يفكون هل معناها هالمظاهر الخداعة هذه والمهلكات هذه، تفكنا هذا السلم وهذا الأمن وهذا الأمان وهذا الخير وهذه النعمة التي أكرمنا الله بها في بلادنا وفي غير بلادنا. رو إحنا في نعمة لقدر الله ضيعناها نقعد هكاك، هي نعمة الأمن والأمان والسلم والمحبة والرحمة. رغم كل هذه المظاهر الخائبة اللي نعيش فيها إلا أن الرحمة ما زالت موجودة في بلادنا. نخرج فاصل عن نشرة الأخبار وثم نعود إلى برنامج الإسلام والحياة عبر موجات إذاعة الحياة أفهم.